طب مريم، انتي غنيتي مع انا نترابكو الراشن سوبرانو، احكي لي عن التجربة كانت عاملة ازاي؟ آخر مرة شفتها كان امبارح، كمان امبارح. كان في برومة ماكبث عشان عندنا بريمير الأسبوع اللي جاي. بس أنا طبعا بشوفها واقفة على المسرح، ف يعني بحس أنا أتعلم منها، بحاول أنا أتعلم منها كتير قوي، عشان طبعا هي صوتها ممتع وبتغني، جدا التكنيك عندها كويس جدا. فهي برضه بتحاول برضه انها تتكلم، يعني تحبنا تتكلم معنا سنة، اه انتوا عندكم مثلا كام سنة، طب انتوا بتحبوا تغنوا ليه، طب انتوا مثلا بتعملوا ايه هنا في الأوبرا، ده ازاي بالنسبة لكم. بس هي طبعا ما عندهاش وقت يعني انها تتكلم معنا ساعات، بس هي برضه بتحاول برضه انها تشرك العيال معاها في تبقى الأوبرا. فريندلي. مريم، يعني احكي لي عن مشاعرك وايه اللي بتحسيه لما بتغني قدام ناس عمالقة وليهم خبرة وبروفيشنالز، يعني ايه الاحساس اللي بتحسيه؟ ازاي بتقدري بتحسي ان انت واثقة اكتر، ولا بتحسي ان انت متوترة او خايفة؟ ولو متوترة وخايفة بتتعاملي مع ده ازاي؟ لا يعني انا مبقاش خايفه خالص، عشان انا بعمل اللي انا بحب اعمله، فانا بقف على المسرح بغني، وانا مفكرش بقى في الناس هتفكر ايه. لا يعني ماليش دعوه، انا بعمل اللي انا بحب اعمله، وطالما انا سعيده مفيش مشكله. انا اهم حاجه ان انا ابقى سعيده، ان انا بحب الحاجه اللي انا بعملها. طب برافو عليكي. انتي حاليا بتدرسي مش كده؟ فازاي قادرة توازني بين الموهبة وبين الدراسة، ولا مقصرة في حاجة فيهم؟ لا انا من صغري اصلا متعوده على كده، فده بيتهيألي التعود، يعني ان انا يبقى عندي مدرسه اقدر اقسم وقتي، اقدر انظم وقتي بالظبط. بيبقى عندي برضو مثلا بلان بتاع الاوبرا، انا المفروض اكون هناك امتى، مدرسه المفروض اكون هناك امتى، عندي امتى امتحانات، فانا بروح موزعه الوقت على اللي انا محتاجاه، فانا بطير مع التعود.